أرسطن 4/5/2013. السلام عليكم. مرحبا يا معلم. كم تسوي انت هون؟ ببيع المغرب. كم تبيع هون؟ بسكوت وحبوب ومصاص وسكر. طيب انت ليش عم تبيع هالاغراض؟ عشان اترزق. طيب ليش ما انك بالمدرسة؟ انت ما عندك مدرسة؟ من هيك اذا بالشيار بغزرها كل نهار. المدارس نازلين على الارض. شو صار لك ما رحت على المدرسة؟ صار لي من بداية الأحداث. كان شغال؟ سنتين. صار لك سنتين ما رحت على المدرسة؟ حابب ترجع على المدرسة؟ بس يسقط النظام. إن شاء الله الله يفرج علينا وعليكم بسقط النظام. طيب شو الوضع هون عندكم بالرستان؟ كلنا ضرب الجزائر. عم يصير قصف كثير؟ يوميا بشكل مستمر ولا؟ يوميا. بينما شو بتتمنى يا عم؟ شو بتتمنى يصير؟ بتمنى يسقط النظام ودي يرجع الرصد مثل ما كان. ان شاء الله. شو بتوجه له كلمة لبشار؟ بقول له ايامك جاي من مصر قريب. امين. الله يعطيك العافية. هذه معنا الأطفال في مدينة أرستان يضطرون للعمل وتأمين حياتهم في ظل الحصار والبعد عن المدرسة وتدني المستوى التعليمي.